السلام عليكم، مرحبا بكم عند رياض ديفيجن. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم الف حبا اخوات، اول لايف في رمضان الاخوات. نتمنى لكم هذا الشهر الكريم الاخوات بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر الاخوات. مرحبا بكم الف حبا، لايف جديد وسلعه جديده كما تنعودكم ديما. هذا اللايف الاخوات غيكون استثنائي الاخوات بالميزات وباثمنه رائعه ان شاء الله. بمناسبه هذا الشهر الكريم الاخوات، كنا كي قلنا لكم تنقدموا لكم كل ستوريات فيهم ميزات واثمنه رائعه. كل ستوري الاخوات فيه ميزات بستوري ولي لايف كي قلنا لكم الاخوات. اليوم ان شاء الله حاضره معنا طنجيه بلا ميزه الجوله. مرحبا بكم الف مرحبا الاخوات، بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم باش يطلع اكثر فاكثر. دريكم في هذا الوقت الاخوات، لان التراويح مور التراويح حتى نديروا لايف الاخوات. كيف جاكم الوقت؟ واش هو هذاك مناسب لكم ولا لا؟ باش نحاولوا نديروا اقل بحال كنديروا مع ديك 10 ونص الا كانت مزيانه. مرحبا الاخوات. بالنسبه للناس يلا صراحه الناس تاخروا بالليل، يعني لان رمضان تكون اجواء خاصه به وتكون عندنا جو خاصة الاخوات في رمضان ان شاء الله. شحال هذاك واخا اختين بداو على بركة الله اختي، نقول لك هذا خدامي عرفتك بتدخلي وتخرجي ياك، تطلعي عليا وتخرجي كولي. اخوات مرحبا بكم مرحبا مزيان الاخوات كاع كلشي بغى 10 ونص اخوات. بارطاجيو لنا اللايف اكثر الناس تاع فيسبوك الناس تاع انستغرام. سلام خويا عافاك، ممكن نلقى رادكو اختي رادكو ان شاء الله نجيبها ونوريها لك. مرحبا بكم الاخوات، اي حاجه بغيتوا تشوفوها في اللايف كتبوا لنا الاخوات. يكون اللايف مفتوح بلا ميزات باثمنه رائعه الاخوات، بجديد باثمنه غزال الاخوات. ان شاء الله كل شيء ان شاء الله اللايف هذا غادي تستمتعوا به وغادي ان شاء الله يعجبكم، ونتمنوا ان الاعجاب ديالكم. اول عرض الاخوات تاع الرويال، هذه غورميت رويال اللي هي دي تسوني على الكولي، انا نعطيكم الثمن ديالو. هذه غورميت الاخوات شي حاجه زوينه ورائعه رائعه هذه الاخوات، حاجه اللي الميزات الاخوات ان شاء الله راه كي قلنا لكم في اخر لايف غيكون الميزات. بارطاجيو اللايف اكثر، نحاولوا نديروا واحد 40 دقيقه حتى لساعه في اللايف الاخوات، ما نحاولوش نطولوا عليكم باش كلشي يستافد. هذا الاخوات 9200 درهم 920 اورو، هذا غورميت هذه 9200 درهم 920 اورو، هذه غزاله هذه 920 اورو 9200 درهم 884 الف ريال 184 فري صراحه غزاله. بالنسبه للطول ديالها راه عندي هذه قصيره، هذه اللي في الكوليه قصيره، وكاين هذه طويله وكاينه طول منها. نعطيكم الطول ديالها الاخوات، هذه فيها 19 سنتيم وهذه 18 وكاين عندي 20، يعني جميع القياسات متوفرين، هي تختلفوا في الميزان. بغيت نشوف رادكو اختي احلام، رادكو باقي ما جاتش ان شاء الله اخوات الله يجي ان شاء الله، لا كان ندوز عليكم. بشحال الصويره اللي درهم واخا اختي ان شاء الله نقول الثمن ديالو. خويا مصطفى مرحبا والف مرحبا. انتم الاخوات كاينه هذا غزال، هذا الرويال هذه 9200 درهم 920 اورو 184 الف ريال 184 الف ريال، الرويال هذه غزاله غزاله 184 الف ريال 920 اورو. بالنسبه لكم بارطاجي الاخوات باش كلشي يستافد، باش نبداو لكم الميزات. نوريكم هذا العرض الاخوات تاع الكولي، كاين هذا غزال تا هو شي حاجه دوقيه في الكولي، حلقه الخاتم والكورميطه ديالو فيهم الاخوات 54 غرام فاصله 6، الثمن ديالهم 34400 درهم 34400، ولكن تبارك الله الرويال شوفوا تبارك الله كيفاش داير، شوفوا الخدمه كيفاش دايره الاخوات، يعني ماشي ديك الرويال تعرف تبان بحال بحال فيها الحجر، يعني شي حاجه متقونه في الخدمه. الثمن ديالها 34400 درهم الاخوات، 3 مليون و 88 الف ريال 3 مليون و 88 الف ريال. سلام اختي رابحه، تحيه لك اختي مرحبا بكم الاخوات. اي واحد يتفرج لنا في هذا اللايف هذا يقول لنا اش مدينه كاين ان شاء الله الاخوات، اللي مالا نديروا في اخر هذا الشهر ان شاء الله نديروا الطومبوله. الناس اللي خدموا عندنا في هذا الشهر هذا ان شاء الله نديروا الطومبوله اللي غتستافد منها كلكم. الناس كاع كلشي يسول واش كاين شي مسابقه واش كاين هذا، غنديكم على الطومبوله اللي غيكون السحب ديالها. بالنسبه للناس اللي تكتبوا لنا، نديروا الناس اللي تكتبوا لنا في الكومونتير، يعني غادي يحطوا لكم واحد ستوري ولا شي فوتو ويكتبوا لنا في الكومونتير التعليق ديالهم، ويديروا ابوني يديروا تابونوا معنا في لاباج، وديك الساعه ان شاء الله الاخوات غيكون الاسم ديالهم في السحب، والناس اللي خدموا معنا حتى هما غيكونوا في السحب الاخوات. انفو الاخوات ان شاء الله بغيت سرتله تكون زوينه وثقيله، شي سرتله السبعه بقات عندي وحده مبرومه اختي، انا وريها لك بقات عندي هي اللي بقات عندي وحده مبرومه. ولا بغيتي اي حاجه ثقيله ولا هذا راه ممكن تصاوب على ذوقك وعلى شهوتك،
وبثمن مناسب. هذا الاخوات شي انا نوريك عند السلتله. هذا الاخوات الثمن ديالو 34400 درهم، 3 مليون و 88000 ريال بالاورو الاخوات، 3440 اورو، 3440 اورو. صراحه يستحق الاخوات اكثر، لان تبارك الله كولي غزال. يعني شوفوا كيفاش داير في الخدمه ديالو، هانتوما كتشوفوا معايا، شوفوا تبارك الله الخدمه كيمتقونه، يعني شي حاجه يا سلام. بحال بغى الكولي بوحدو راه ممكن ياخذو، شي ما كاين حتى اشكال، يعني لان لي موديل عندنا هادو الاخوات يعني كناخذوهم بعد بعد لا كونتيتي، واي حاجه بغيتوها راه ممكن تخدميها وتاخذيها على اي ذوق بغيتي. كاين اخوات شي عدد بغي شي موديل ما كاينش، يعني تقول لك انا بغيت هذا الموديل هذا الفلان فلان، يعني ممكن تقادو ونقادو على الجرامات اللي بغات ونقاد لها الثمن ديالو، ودي حتى تشوفو ولا ما عجبهاش ما تاخذوش، لان الصناع تبارك الله عندنا الصناع ديالنا اللي تنتعاملوا معاهم، يعني الاتقان والابداع في العمل الاخوات، هذا هو الاساس، وحنا محتفظين عليهم وتنحاولوا نعطيهم واحد يعني واحد كيما نقول لكم الاخوات واحد تيبدعوا لنا، تعطيهم الابداع، يعني اللي ما بداش يعني ما تحاولش تاخذ نفس السلعه وما تحاولش انت تاخذ من عنده، لان كل مره تجيبك حاجه جديده كل مره تتقن السلعه، وبالاخص هي يعني الرويال، الرويال شي حاجه اللي متقونه. وتنتحيه الاخوات الاخ ديالنا يعني الصانع المغربي اللي تنشكروه حتى هو اللي تعطينا واحد الاتقان وواحد الابداع. يعني الاخوات بالنسبه للثمن ديال هذا الكولي هذا 18100 درهم، 1,160,000 ريال، 18100 درهم، 1,160,000 ريال كولي بوحدو. الله يبارك فينا وفيكم الاخوات وجميع المسلمين ان شاء الله. الاخوات الله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه والعافيه. يعني الاخوات هذا الثمن ديالو 18100 درهم، 1,810 اورو، غزال. بالنسبه اللي بغى الكورميت ها هي هذه 18 سنتيم، الطول ديالها قصير، يعني هذه طولها لا، هذا الاخوات 19، يعني نفس الطول، كاين عندي 21 و 19 هما اللي كاينين، نفس الطول تقريبا. هذا الا بغات شي 18 ممكن نخدمها لها، كانت دوره صغيره. اما 19 ستوندار، 20 و 19 تاي ستوندار. انا حاولت نحاول انسيت لي شي داخل بيت نقصها ولا شي حاجه، تنقول لها من الاحسن ما تنقش، لان تبان في هذيك النقص ديالها، الا كانت مخدومه من العمل كتبان رائعه. بدا لكم اخوات بعصير الصابون في الزينه والخزينه، كي تنقول لكم ديما الاخوات هذا ميزه واش من ميزه، هذا تخبي فيه فليساتك وشي حاجه دقيقه تبقى لك كيفاش داير، ما تترطى والو، الميزان غادي يقول لكم. يعني تقريبا فيها الاخوات 38 غرام فاصلة واحد، الثمن ديالو 22300 درهم، 22300 درهم، 2,046,000 ريال، 2,046,000 ريال، ولكن تبارك الله يستحق أكثر الأخوات، لأن تبارك الله شوف كيفاش داير، يعني هذا راه كاين في هذا الصح هذا، وفي هذه الخدمة هذه يعني تطلع 30,000 درهم، حاولنا نديروه ميزان شوية خفيف، ونديروه ثمن مناسب باش الناس يستافدوا منه، لأن تبارك الله عصير الصابون، يعني إلا مكانش هاد الطقولية وهاد الصح، يعني تيبان كاين عندي وحدين خفاف ولكن تقوني، يعني الاخوات في الخدمه يعني الاساس طابون تيبقى في الخدمه. 2.5 في العرض ديالو، 2.5 الدوره ديالو، 6.1 6.1 في لاطاي ديالو، هذا 6.1 الثمن ديالو 22300 درهم، سوم 585 درهم الغرام، ثمن رائع اخوات. رادكو 40 غرام شحال ها عافاك، حتى 40 غرام قلت الثمن ديالها، طلع لك 23600 درهم، لا بيتي رادكو فيها 40 غرام، 23600، هادو الاخوات، اي واحد بغيتي نشوف الاخوات الرقم ديالنا باش نعطي لكم باش كلشي يستافد، 06 66 52 59 91. اخوات البارطاج، دعمونا بالبارطاج الاخوات، شي ما حاولوا البارطاجوا اكثر، 06 66 52 59، حاولوا البارطاجوا الاخوات في الجروبات مع العائله ديالكم على الاصدقاء في الجروب اكثر الاخوات باش كلشي يستافد. سلام، فين كاين المحل اخوات؟ حنا توجدوا في مدينه مراكش، قصريه الصفاء، المسيره، واحد الاحباش، 585 تاختي، هذا الكرام، هذا ثمن ميزه، يعني راه ثمن مناسب غزال ورائع الاخوات، الثمن ديالو نحاول عندكم الثمن 38.1 غرام، سوم 585، هذا راه الثمن ناقص تقريبا 15 درهم في الغرام، يعني 22300 درهم، 2,364,000
46 الف ريال، 2 مليون 46 الف ريال 22300 درهم، 2230 اورو، 2230 اورو تاع سير الصبر الخوف، يعني الصح والعمل. عندي الصويري، واحد الاخت بغيت تسولتني على الصويري كاين هادو، يا سلام الصويري تاعو رائع، القياس ديالو 6.4، 6.4 هذا الاخر 15 غرام فاصلة جوج، 585، الثمن ديالو 8900 درهم، 890 اورو، 8900 درهم، 890 اورو هذا الاخوات. عندي رادكو فيها 10 غرام، شحال تجيب لي دابا اختي هبه؟ توصلي مع شي هبه وتقول لك الثمن ديالها، صوره عليها باش تعطيك الثمن ديالها، شوفها كيفاش دايره وتعطيك الثمن. الثمن ديالها 8900 درهم. بارطاجيو الاخوات باش كلشي يدوز. ميزات على ميزات الاخوات، راه موجدينهم لكم في طنجيه، ميزات رائعين، ميزات غزالين، ميزات توب الاخوات. كاين عندنا شي حاجه بحال شي حاجه قتيبه وشي حاجه زوينه، عندنا واحد الميزات 20 كاين ما يتشاف لي ميزات، غير بارطاجيو لايف باش كلشي يستافد. 8900 درهم، 890 اورو، 178 الف ريال، 178 الف ريال. متابعة من تونس، تحية لك اختي، برشا 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 اخوات، ما عرفتش هاد برشا 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 مدلل اخوات، والله العظيم الناس تاع تونس، الناس تاع المغرب العربي كل الاخوات، شكرا لكم بزاف. لان صراحة جاو عندنا الناس، والله العظيم جاو عندنا من فلسطين، جاو عندنا من مين هاد البلاصة ديك الدولة؟ لبنان ياك؟ لبنان، يعني من جميع دول العرب الحمد لله. وصراحة هذا راه شرف لينا، والاخوات تنشكركم بزاف بزاف، لان مدينه مراكش الاخوات راه معروفه بالسياحه ومعروفه، الناس يشوفونا في لي لايف وتيجيو عندنا وتيزورونا، صراحه تنشكرهم بزاف بزاف. اختي اللي جيتي تنتي من تونس، تحيه ليك ومرحبا بك اختي في مراكش، مدينه مهجة معروفه الحمد لله. الناس تاع مراكش الاخوات بزينين، يعني تدخل عندهم اي واحد مشيتي عنده تيستقبلك احسن استقبال، وتعاملك احسن تعامل، الحمد لله. فين ما مشيتي، في اي وطير، في اي بلاصه، في اي نزلتي، في اي بلاصه، هذا هو باش زين مراكش. يعني كي تمشي لمدن اخرى عندهم مدينه رائعه وعندهم مدن احسن منا، ولكن التعامل هو كل شيء الاخوات، يعني التعامل تيبقى، يعني واحد المدينه باش ميز مراكش بالتعامل ديالو، وهادشي الاخوات تشاركوني فيه، يعني كل شيء الناس غيشاركوني في هادشي اللي قلت لكم. 9900 درهم، 990 اورو، 9900 درهم، 890 اورو، 8900 درهم. عندي رقم هاتوا على اختي حسن ياسمين، واخا خدلا ما تنعياش اختي دابا فاطرين، كيف يديروا قبل الفطور، ولكن بان ليا غادي نشحف، اللهم نديروا حتى نفطر وندوز الميزات على خاطري، حتى نتوما تعشاو وتشوفوا الميزات. هاد الطنجيه اخوات اللي بغيتو، الطنجيه راه عامره اليوم بالميزات. سلام طقم كم هذا اختي، الثمن ديالو شحال دوزنا شي هذا؟ 3,888 هذا كامل، طقم كامل. بالنسبه للاخوات الثمن ديال هذا 8900 درهم. ندوزو حاجه اخرى كي قالت واحد الاخت باش ما تشحفش، هادي كاين هذا تو رائع، هذا مناسب الاخوات، حنايا بارطاجيو لنا وتكون متابعه اكثر والناس يتابعونا اكثر، اخوات تستافدوا وانتم تستافدوا اكثر، وحنا معكم، حنا ديما اخوات ان شاء الله معكم ان شاء الله ديما الاخوات، بنطلع الذهب بنزل الذهب، حنا معكم بالاثمنه رائعه الاخوات، وهادشي راه الحمد لله تكتسبوا نتوما عارفين شنو كاين. بالنسبه الاخوات ديال الغرميطه غزاله 7200 درهم، 720 اورو، بحال دابا هادي متخدمه في البلديه في هاد الغرف، غطلع لي تقريبا 50 غرام فيها، يعني على الاقل لان خدمت اليد ماشي تاع الريزين، يعني ولو كان صحيحه كيفاش دايره الريزين تيكون شويه خفيف. هاد الثمن ديالو 7200 درهم، ولكن تبارك الله غزاله 7200 درهم، فيها تبارك الله ثلاث قفوله، يعني فيها قفل من هنا وقفل من هنا وقفل وسطاني، 7200 درهم، 720 اورو، 144 الف ريال، 144 الف ريال ديال الاخوات، 720 اورو. سبعة الكوميتا هادي 120 اورو. اي واحد يسكريني تواصل مع الاخت شيماء، صيفط السمية والكنية ورقم التليفون ديالو ويسكريني. حنا كيف ماشي معاك خوات؟ عندنا رادكو براسيل ديال رادكو، كاين عندنا هذا عريض، وكاين هذا رقيق، وكاين هذا مهم، يعني هادو كاع تقريبا واحد ما كيشبه الاخر. نعطيكم الثمن ديال هذا
القياس ديالو الغطاء ديالو اخوات 6، هذا الاول قياس 6 هذا العريض، هذا 22 غرام فاصله 3، الثمن ديالو 13900 درهم، 1390 اورو، 1390 اورو هذا الاخوات، 1390 اورو، مليون و 78 الف ريال، مليون و 78 الف ريال، 13900 درهم. هذا هو زعما الاخوات قياس 6، شي حاجه رائعه وصحيح. شوفوا كيفاش نجرب لكم، يعني براسي ما تترطى ما والو، 13900 درهم، 1390 اورو، هذا الاخوات ثمن رائع الاخوات، هذا تقريبا ناقص فيه 500 درهم 700 درهم على الثمن ديالو، 13900 درهم، 1390 اورو. نجيكم الشكل الاخر، كاين هذا عريض قياس ديالو 6.4، 6.4 هذا 6.4 ريزين، 18.7، الثمن ديالو 11700 درهم، 1160 اورو، 13700 درهم، 1170 اورو، 1170 اورو، 1170 اورو، مليون و 34 الف ريال، مليون و 34 الف ريال، شحال رويال هذا اختي، دير الثمن ديالو 3 مليون و 488 كامل، كولي دير 18100 درهم، كولي بوحدو. بغيت كلو قياس صغير اختي، كاع لي طاي كاينين، انا نعطيك كاع لي طاي اللي بغيتي، قولي قياس شحال، 5 5 ونص 5 6 اي طاي بغيتيها كاينه. الثمن ديال هذا 11700 درهم، مليون و 34000 ريال. بقى لنا هذا الاخوات وانا تبارك الله دريت تمشى، لانه تيخرج هذا مع الكلاش مع الكلو مع الكختي، لان هادو عرض شويه تلبسو بوحدو، هما دارو لكم دابا يقدر تلبسو بوحدو يقلب مع شي حاجه، ولكن هذا تيمشي مع التشكيله، هذا تيمشي مع الكختي والكلو فانتي، تيمشي هاكا تيجيو رائعين، هذا تيجيو اخوات تيجيو، المهم نتوما تعرفو كيفاش تشكلوهم، ممكن تيجي هذا الوسط هاكا تيجيو غزالين اخوات، تيمشيو هاكا التشكيله مع التشكيل تيجيو زوين، هاد الراتكو كاع تيمشي معاهم اللي بغي يزيدو معاهم. 13 غرام فاصله 7 هذا الاخوات فيه، 8500 درهم، 850 اورو، 8500 درهم، 850 اورو هذا الاخوات، 850 اورو، 8500 درهم، مليون و 70 الف ريال، مليون و 70 الف ريال الاخوات. كاين تيفاني تا هو، شفت باقي تيجي شي هو تيفاني شحال زوين، تيجي هو الكاختي بحال هكا، تيجيو رائعين. ثمانمية ثمانمية وخمسين أورو، 8500 درهم، 170 ألف ريال بالنسبة لهذا القياس ديالو، هذا طيب معطيكمش لاطي، قياس 5.8، 5.8 في القياس. خوات ندوز لكم باقي، نزيد لكم شوية جديد ولا ندوز للميزات، واحد السطورة أخوات فيها البروموسيون زوين، هاد السطورة بقا عندي واحد فيها، الثمن ديالو 2900 درهم، 290 أورو، هاد السطورة هذا 290 أورو، 58 ألف ريال، 58 ألف ريال هذا، هذا أختي رواية دير 8 أربعة شحال هادشي، 34400 سورة الرواية هذا، هادو الأخوات الثمن ديالو، الثمن ديالو هذا الأخوات 2900 درهم، 290 أورو، 58 ألف ريال هاد السطور هذا، 58 ألف ريال غزال هذا، اللي بغيتو غزال هذا رائع، 58 ألف ريال، قياس صغير أختي في البراسلي ديالك، قولي شحال القياس ديالك وأنا معاك، هي تواصل مع شيماء وقولي على طاي ديالك وانا معاك اختي، كاين هذا، هادو الاخوات شانيل، راسي ثلاثة شانيل، غزالين هادو، هادو رائعين، قياس ديالهم، قياس 5.8، 5.8، 27 غرام فاصلة 7، الثمن ديالهم 16900 درهم، 16900 درهم، 1600
وتسعين أورو، مليون ومية وثمانية وثلاثين ألف ريال، مليون ومية وثمانية وثلاثين ألف ريال الأخوات، مليون ومية وثمانية وثلاثين ألف ريال، 11,000، 16,900 درهم، 1690 أورو، رقم ديال في الدواء ديال شي مختياك، الرقم ديالها هو 0662 52 99. هذا العنق بوحدو 18,000 درهم، بوحدو 18,100، بالنسبة لهذا تاع العنق بوحدو الكل، هذا الأخوات الثمن ديالو 16,900 درهم، مليون و 38,000 ريال، مليون و 138,000 ريال. عارف راسي الأخوات تسول عليه على الصوم بالكامل هذا، خصي الخاتم ديالو، هذا الأخوات تاعي، السمية ديالو هذا شيما؟ شتي شي من الشباكية خبر مالي علم هاني تا رمضان هذا سميو الشباكية 13 غرام، هذا الأخوات فيه الثمن ديالو 8000 درهم، 800 أورو، 160,000 ريال، 800 أورو، 160,000 ريال، هادو غزالين هذا الأخوات، القياس ديالو عندي حتى الحلقات ديالو، عندي علاقة والسلسلة ديالو، القياس ديالو الأخوات 5.9، 5.9 في لاطاي ديالو. نسى مشكل تمام، مشكل بجودة الذهب دابا سيء مقارنة بدول الخليج. اختي الخليج عندهم 21 كارة، يعني الذهب الخليج ما لا مقارنة بالمغرب، حنا مصرح بين 18 كارة هي اللي كاينة في المغرب، يعني لقيتي 18 كارة تبعي مول المحل وراه لا تبعتي راه تربحي كلشي، يعني الناس اللي تبعوا 18 كارة هي اللي كاينة في المغرب كله، يعني أكثرية تاع الذهب تاع ذهب الخليج تكون ذهب يعني 21 كارة 22 كارة، يعني 24 كارة تكون خفيف ما تقدرش كاع تجي تقيسي به ديك عواج، واخا يكون فيه حتى 30 غرام، لأن 24 كارة تكون سوليد، إلا تخلط مع النحاس والنقرة باش يولي 18 كارة باش يكون صحيح، وأحسن ذهب هو ذهب المغرب، يعني تتفقوا معايا كلكم، لأن اللون ديالو تيوجد زوين، الشكل ديالو زوين، يعني ذهب الخليج أكثرية هذا في المغرب حنا، أكثرية الناس تيقول لك ذهب الخليج يعني اللون ديالو ما عرفت كيفاش يكون، تيكون بحال زيدة الحمورية بزاف. هذا الأخوات الثمن ديالو 8000 درهم، 800 أورو، 160,000 ريال. أخوات متفقين معايا في هاد الهضرة ولا لا؟ يعني الذهب يعني واخا زايد في الكارة، 21 كارة و 22 كارة عندهم في الذهب الخليج، ولكن اللون ديالو يعني ماشي هو الذهب المغربي، الذهب المغربي تيكون اللون ديالو رائع. شكرا على المعلومة، الله تحية لك أختي، تنتي معلومة رائعة عطيتينا صراحة، لأن الخام يعني هو 24 كارة ضروري ما تدخل بعض المادة باش يكون صحيح. اللون مزعزع اختي، هذا كاين الثمن ديالها 8000 درهم، 800 أورو، 160,000 ريال، 160,000 ريال رائع. قالت لك حاجه كنت نشيرها بيني وشي نجيه، واختي بلاتي صبري صبري غادي ندير لك نجيه دابا، هي تتسناو نجيه، ما كاينش شي حاجه من غير نجيه، شي غادي ندوز بها نقول لها تنضيع الحجراتي يعني. لكن ديالنا مخلط بزاف، باش مخلط اختي؟ لا راه ضروري 18، يعني تصرح ما صرح بها الديوانه، اي حاجه تدوز على طريق الديوانه باش تعرف واش كاين، ما كاينش حاجه ما تدوزش على الديوانه الا الا كان شي واحد هذاك الشيء تيديرو، المهم الترافيك راه مولاه تيمشي، يعني الا جات ليه الديوانه وقلبات ليه السلعه راه الله يعاونك، يعني الاخوات باش تعرفوا شنو هو الترافيك تيدير شي واحد ما معروفش ولا شي واحد يمشي بلاصه ما معروفاش ولا هذا ولا هذا، بزاف الحوايج، ولكن الناس اللي هما عندهم واحد معروفين في السوق وعندهم واحد القيمه ديالو ما يمكنش يخسر السمعه ديالو على شي حاجه بسيطه، يعني الانسان تيعرفتي راه العين كميزان كي تنقولوا حنا، راه سبحان الله العظيم شي حاجه تشوفها بالعين تتعجبك، شي حاجه تقدر تشوفها بعينك ما تعجبكش، شايف اللون ديالها في الشكل ديالها راه العين تتميز بها. اختي هذاك الشيء اللي ترجعي عنده، هذاك هو النقاش هذاك بينك وبينه، هادشي عند هيبي اللي هو يعني بيوقع بينك وبين المشكل، تفتحي مع المشكل يعني ما فتحتيش مع المشكل تمشي اجراءات قانونيه، يعني هذا هو اللي كاين اختي، هادشي باش ننبهك انا، اما الله اعلم، يعني كاين الناس اللي ما تيخافوش الله راه يدبر راسو. هذا الاخوات 4200 درهم، 4200 درهم، 120 اورو، 84,000 ريال، غزال الخريشات هادو 84,000 ريال. يعني هادشي اخوات راه فين ما مشيتي كيلاش في اي دوله وفي اي بلاد وفي اي بلاصه، يعني الانسان تشوف مع متى تتعامل، يعني تعرف الانسان مع متى تتعامل وتكسب ثقته بشوي بشوي،
حنا الاخوات راه كنا على ما عقلتوا على فاش الاولى كنا بدينا معكم بعض الحاجه اللي بسيطه يعني كاين بعض المرات الناس يجرب كيف سلسله تبني سلسله ب 800 درهم ولكن تاخذ من 30 الف درهم 80 الف درهم تاخذها من عندي علاش لان شاف التعامل ديالك وجرب سلعتك وعرف اش كاين هاك تختي ايباغلي الرقم ديال شيبا ايباغلي واش ما عندكمش لويس الحر عندي لويس 20 وحده عندي وحده 20 شي ثاني ونوري لك اختي الثمنه ديال 4200 درهم 420 اورو 420 اورو هذه 420 اورو ب 1200 درهم 84000 ريال هاد الكومنت اللي وريتكم قبيله الاخوات تاعي دايروا حلقات ديالها غزالين غادي 7200 درهم 720 اورو الحلقه ديالها نوريهم لكم هما الحلقات رائعين اللي بياخذها ياخذ مع الحلقات يجوا زوينين ودقيين كل شيء شي واكر اخوات يجوا دقيين اي تساؤل الاخوات عندكم حنا معلومات اي حاجه عندكم حنا الحمد لله اعتبروا العائله ديالكم يعني بحال تهضروا مع اخوكم ولا كاين شي حاجه نستفيدوكم بها وتستافدوا حتى حنا نستافدوا منكم لان الاخوات بعض المرات ما تعرفوش حتى حنا راه واخا تكون عرفت العيال ولكن في المجال ديال الذهب الاخوات الحمد لله حنا يعني كي تنقولوا حنا راه تقريبا انا من 2007 يعني شحال من سنه هذيك راه حسبوا معايا من 2007 وانا في الحرفه يعني راه تبارك الله يعني ماشي مده يعني تكتسب الخبره بشوي بشوي تكتسب الخبره على يد ناس صناعيه وحريفيه وعلى قبل وحنا والدينا حريفين يعني الحمد لله ما لقينا الصعوبات ماشي بحال شي واحد اللي تيكون ما عنده حتى شي حريف في العائله ولا تدخل الحرفه هكاك ولا يعني فاش تكون العائله عندها الحريفيه تكون واحد شوي شوي تطور راسك غادي نمشي لكازا بلا راتك واختي احلام والله ما كرهت لك ولكن انت الغرب هو عندي الحريفي واحد تنثق فيه تنقعدوا على الثقه يعني فاش تثق في واحد الانسان تبقى معاه هذا هو اللي كاين اختي ما يقدرش نبدل هذا بهذا 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 تولي هذا تخربق هانتوما الاخوات الثمن ديال هادو 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال هانتوما الاخوات هذا شي حاجه زوينه الثمن ديالو 2400 درهم 240 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال بالنسبه لحرقه الراس 50000 ريال عندي اخوات واحد النباله يا سلام يا سلام يا سلام هادي رائعه شي حاجه شفت برك الخدمه كيفاش دايره اخوات انتم يا تتميزوا بالعين راه العلم مجرد الاخوات والله العظيم هذا التتميز لك اكثر من اي حاجه يعني بعينك تشوفي السلعه تبارك الله الخدمه ديالها والاتقان راه فاش حركه كتلك البنده الماء يعني الديف راه تبارك الله تياتيريك تيجبدك دور زنينه الكلاش 5 7 واخا اختي دابا نشوف لك الا كاين ندوز لك تي الاولى قياس 6 ورينا خواتم بلا حجر نشوف لك اختي الا كاينين نوريهم لك عندي شي خواتم في الميزه تنوريهم لكم 31 غرام فاصلة 6 الثمن ديال هذا 19600 درهم 1960 اورو 1960 اورو بالنسبه لهذا الاخوات 1960 اورو مليون و196 مليون و192 الف ريال مليون و192 الف ريال 1960 اورو 19600 درهم 19600 درهم هذا الاخوات سفيان خواتم خواتم بومبي بلا حجر اختي احلام واخا دابا نشوف لك ورينا حلقة تيفاني لا اختي ما كاينش عندي حلقة تيفاني كاين براسي تيفاني الثمن ديالها 19600 درهم مليون و192 الف ريال شوف براسي الاخوات كيفاش دايره هذا رائع الموديل جديد موديل جديد هذا زيد تفتح ملعب شوف معايا كيفاش داير هذا يجي زوين هذا ستيل جديد هذا موديل جديد الاخوات كيما شوف معايا كيفاش يجي ستو بهاد الطريقة هادي حلقات خواتي كاين عندي اختي اختي كاين في الميزات عندي وحدين في الميزات نوريهم لك كاين في الجد وفي الميزات كاين في الميزات بتستافدو منهم كان احسن الثمن ديالها 12000 درهم مليون و 12000 درهم مليون و 40000 ريال مليون و 40000 ريال كدير مصارفة لا اختي مصارفة متديرهاش يعني تقسيط لا يعني لان الذهب تيطلع وينزل حنا دايرين اثمنه اللي مغريه يعني تحاولي اثمنه اللي ما تلقايش السوق يعني تحاولوا تحاولوا ندير لكم اثمنه اللي يرضيكم يعني هذا الشيء اللي ندير لكم الاخوات ما تحاولش باش ما نحاولش نضيع في الذهب لان الذهب الا خليته واحد الفتره وبقيتي لي تتصرف مع الكليانه ونقص الذهب لا فطري نقص غضيع هي وغتبين انت بالذهب باش تفهمتي مع المره الاولى
ولا نفترض زاد هنا ضي انت يعني واحد فينا غيضيع اما البائع اما المشتري يعني من الاحسن انت تحاول الذهب تاخذيه يعني بريد بريد الا كنتي واحد النهار ولا يومين تحاول الفريق هذاك الذهب مع الفلوس ديالك ماشي مشكل السيمانه كاع ماشي مشكله ولكن فاش تبقى واحد مده طويله الذهب تيرتفع مره نازل مره طالع مره هابط يعني هادشي علاش يعني في الشرع محرم الاخوات يعني اخوات 12000 درهم مليون و 40000 ريال مليون و 40000 ريال شحال الخاتم ديال جاكوار سير وانتم الاخوات شحال زوون خويا واش خاتم مخرم 2.7 قياس 1900 درهم ما نشوف لك اختي لكن ما عرفتش واش كاين ولا لا هادو الاخوات كاين عندنا هذا بلجيين انا ندوز لكم الخوات كاين ثلاثه بلجيين زوين هادو كاين هادو يا سلام تا هما قزاني هادو كل 20.6 14200 درهم 14200 درهم 1420 اورو 1420 اورو مليون 84000 ريال مليون 84000 ريال ثلاثة غزالين اخوات دوبلين من الخلف كيفاش تشوف معايا دوبلين شي حاجة زوينة جيت نهار السبت ما حبيتوش اختي نتعطل شوية يعني ما بين تحلو بعد 11 ونص حتى 5 لا السبت ما حليتش الصباح كان جاي اختي واحد الغرض يعني راه السيف ما حكيتش شحال في الصباح كيف الاخت شيما اختي ليلى بروح اتصل بيا ديك الساعه ان شاء الله الا كان نقول ندير معك شي وقيته ونجي للمحل مع حبابيك ديما هاد اليومات الاخوات احنا من 11 ونص حتى ل 5 يعني هذا هو التوقيت ديال وبالنسبه ل بالليل ما تخدموش يعني ديك 10 من الاخر نقدر نخدموا بالليل 14200 درهم الاخوات قربنا ندوزو لطنجيه 14200 درهم مليون و 84000 ريال هاد الثلاثه هادو غزالين بالنسبه للخوات ندوز لكم دابا الخوات ما البراسي ديك الليبرا تتوصوني عليهم بزاف ديك الليبرا هما هما جاوا الاخوات كيما هادو صحاح زوين ثقلين ورائعين الثمن ديالهم هادو الاخوات بكره تقال فيهم 30 غرام فاصله 3 الثمن ديالهم 18800 درهم 1880 اورو 18800 درهم 1880 اورو مليون و 76000 ريال مليون مليون و 176000 ريال مليون و 176000 ريال خويا عافاك الثمن ديال لويز الحر خويا عافاك الثمن ديال لويز الحر اختي لويز الحر ممكن عندي نقول لك الثمن ديالو ما عرفتش الثمن ديالو عندي لويزات ال 20 نقول لك الثمن ديالها عنده وزاي يكون في العنيزه ان شاء الله 18800 درهم 1880 اورو مليون و 176000 ريال بالنسبة لهادو تاع الكليبرا القياس ديالو 5.8 5.8 في لاطي ديالو هادو الاخوات عندكم اخوات واحد الاخت اللي كلاش وكا اختي وهاد البنات يوريهم ماما خليتهم هنا كلاش وكلو وكا اختي ها هو الكلاش 620 درهم هادو الاخوات قياس 6 ها هو هذا قياس 6 120 13 غرام الثمن ديالو 8050 درهم مليون و 61 مليون و 61 161 الف ريال 161 الف ريال 801 اورو 800 هذا الاخوات زوونين غزالين هذا حاجه زوونه قياس 6 نوريكم كاختي تا هو الثمن ديالو 7500 درهم هذا الاخوات 7500 درهم 750 اورو قياس 6.2 6.2 في لاطي ديال هذا الاخوات 6.2 في القياس هادو كتشوف معايا زويون شي حاجه متقونه 6.2 قربنا لكم اخوات باقي شي حاجه قليله وندوزو لي ميزيك هنا براسي بوحدو هذا رائع هذا 8.8 فلاطي ديالو الثمن ديالو 5400 درهم 540 اورو 108000 ريال 540 اورو
108000 ريال، 5400 درهم. هذا غزال، هذا 5400 درهم. بارطاجي الاخوات باش ندوزو لميزات. لينا وليكم الاخوات، بالتوفيق لينا وليكم. شكرا بزاف اختي، اختي اسماء تبارك الله عليك. باقيين اختي ديك السنسلات والكروميت كاينين، كاينين. اتصل مع شيما تصيفط لك الموديل اللي فيهم. الثمن ديال هذا 7400 درهم، 5400 درهم، 540 اورو، 108000 ريال. اوكي تبارك الله، صحيح غزال ورائع. تلغرامات يعني فيه 8 غرام فاصلة 8، يعني رائع هذا الاخوات. اتمنى ندير لكم مشجع، غير خذوا دابا الاخوات ما تندموش. كاين هذا لاباك، هذا حتى هو زوون ورائع. الثمن ديالو 3000 درهم الاخوات، 60000 ريال، 320 اورو، 320 اورو، 3000 درهم، 3000 درهم، عفوا الاخوات، 3000 درهم، 300 اورو، 60000 ريال، 60000 ريال. لا باغا هذا 3000 درهم. كاين البلاستيك اختي هو زوون ورائع. جاكوار، عافاك اختي، شنو بغيتي في جاكوار؟ كاين بلاستيك، كاين خاتم، خاتم خاتم صغير غيجي ان شاء الله اختي، خاتم غيكون ان شاء الله. انا ان شاء الله السلعه اخو ان شاء الله تبان جديده، ان شاء الله ندوز لكم داك اي حاجه بغيتو ان شاء الله ندوز عليك. كاين خاتم لويز ميميزات، لا اختي خاتم لويز داز، يعني كاين واحد، انا عندي واحد داز 15 غرام فاصلة 27. الثمن ديال هذا 9400 درهم، 940 اورو. دونك هادشي بان هذا غزال، هذا راه فيه في العرض سنتيم، وفي الدورة ديالو 1.5.8، 5.8 ديال الاخوات. الثمن ديالو 9400 درهم، 940 اورو، 188000 ريال، 188000 ريال. هذا ممكن تقول لي شحال داير؟ شنو هو اختي اللي شنو داير؟ تاع جاكوار. هادو الاخوات كاين عندي، هادو فيهم كاختي، فيهم الاحمر والصفر والبيض، ثلاث لوينات غزالين. هادو فيهم 28 غرام فاصلة 90، الثمن ديالهم 17900 درهم، 1790 اورو، 1790 اورو، مليون، مليون و 148000 ريال، مليون و 148000 ريال، غزالين. كلشي زوين ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيكم الاخوات. شكرا لكم الاخوات على التشجيعات ديالكم والكومنتات الرائعين. خوات اي حاجه حنا معكم فيها، بغينا تيفاني في الميزات، غنجيب لك اختي الميزات. ها هو دوزو لك انايا ب 620 درهم، ما ميزه واش الميزه جديد وفي الميزات. شحال كاع الفرق بين الميزات والجديد؟ يعني تلقى واحد 60 درهم 70 درهم، اللهم تاخذيه جديد. ها هو هادي لي 620 الغرام، فيه 13 غرام فاصله 5، 8400 درهم، 840 اورو. ها هو راه ميزانيت هذا، شحال كاع الفرق تلقيه؟ تقريبا واحد 13000 ريال تاخذيه جديد، 650 درهم واخذها جديد. 6 سنتيم الاخوات هذا فيه. الثمن ديالو 8400 درهم، 840 اورو، 840 اورو، 8400 درهم. لي طاي الاخوات راه كاين لي طاي فيهم، كاين القياسات. غزال هذا، اللي بغاتو تسكريني شي حاجه زوينه. كاين هذا البراسلي هذا هو رائع، هذا بحال شكل تيفاني، هو خفيف، ماشي شي حاجه تاع ديما. الثمن ديالو 5400 درهم، 540 اورو. ما بغيتي تجاوب اختي لا 100، والله اختي تنجاوبك، علاش لا؟ انا نزكي كاع يدي حتى نجاوبك. الله ولدي واخا عليا بصح كنخاف انا من العصر. قول لي شنو بغيتي اختي لا 100، قول لي شنو بغيتي نجاوبك. هذا 5300 درهم، 530 اورو، 106000 ريال. الله ولدي شحال واصل الغرام خام؟ 522 درهم. ياك هادشي ما فاش باش نحسب 522 درهم، بس داك الحسب ديالي 522. اخر باح هادشي فاش خديت انا الدب، باح خديت الدب 522 درهم، صيفطوا لي السيد. بلاش ولاتني قلت لها ما كاينش بلا حجر اختي احلام، اختي احلام. لا والله ما عرفتش شنو قلتي ليا اختي، قالت لي علاش ما جاوبتينيش؟ واش هي؟ هي احلام؟ لا
قالت لك خدمة لويز. كاين المشرب بلحظة، كاين المشرب هو خاتم ديال نور عليك اختي. ثمن ديال الاخواتي 2900 درهم دابا كدا 2900 درهم 290 اورو 290 اورو 2900 درهم هذا غزال هذا 2900 درهم 290 اورو كاين ديال لابط تا هو ديال الاخوات 1900 درهم جاوبني حتى انا واخا اختي صافي سهام نجاوبك اختي سهام قول لي طنجيه فينا جي واخا اختي بلاتي اصلي ديك او دير 11 في الطبله 1900 درهم شهر 10 على خسارة الطنجية عندنا زينة الطنجية عندنا عرفتي كي دايرة شي واحد تفاضلو تاعها شي معاك عرفتي خوات تعتذروا على هذا هادو كاين هذا خوات 1900 درهم ورينا خاتم جاكوار جاكوار والبراسلي اختي وينك البراسلي خوات ندوزو دابا الميزات باش ما نطولوش عليكم باش ما يكونش لايف طويل كاين هذا زواون هذا ممكن تعرف الفرق بين لويز حتى تنعرفو اختي علاش تنعرفو لا لا باش ما عرفتوش انا راه ما تحريفيش يعني لويز تنعرفو تلميزو بعينيا يعني كاين اللي تقول فيه بحال واحد لويز الاخوات والله العظيم هذا شفتو بعينيا 18 كاره ماشي 21 كاره وتاع فرنسا بحال نيت لويز يعني فيه هذاك الشيء مكتوب فيه بحال لويز حره هو 18 كاره ماشي 21 كاره وباش عرفتو بالعين يعني بعيني عرفتو ماشي 21 كاره تيبان صفر يعني واحد الصفر يعني لويز الحر تيكون دابا نوريكم واحد لويز عندي وتشوفوا الفرق بين لويز الحر ونعطيكم واحد اللمحة هذا الاخوات 11400 درهم 1140 اورو والله الا غزال هذا الاخو شوفوا كيف تيبان شي خلاع هذا رائع طنجية كلشي بغا طنجية الاخوات هذا ودير شي اضراب الاخوات الا قلتو الا قالو 10 الناس الطنجيين بداو دابا نديرو دابا والله تندوزها باقي ندوز حتى حاجه 11200 درهم يلاه الاخوات كومونتير كتبوا لنا الطنجيه اللي بغا يشوف الطنجيه كتبها لنا وندوزو لميزات الاخوات اللي في الطنجيه ان شاء الله وتستافدوا منهم 11400 درهم 1130 اورو قرا احسبي شي شحال واحد بيت في الطنجيه كذا اخوات 1900 درهم هذا ما فيه لا حجر لا والو تيبان بحال فيه الحجر ها انتم بحال فيه الحجر الناس بغاو يشوفوا جديد لان الجديد تا هو زوون جاوبني علاش اختي خديجه نجاوب نجاوبك شكايات اليوم نجاوبك لا لا الطنجيه واحد كتبت لي جوج ها كاع هادو محتفظين هي الطنجيه واخا اختي الطنجيه راه تحرقات خوات اليوم الطنجيه تحرقات بعد ما نجيو 6400 درهم 640 اورو ما عرفتش واش كي يكون هذا الشيء يكون بجاكو اختي تعجبهم صراحه زوين انا تعجبني يعني في اللبسة تيجي رائع واخا تشوفو يعني في هكا تيجي هذا الاخوات ندوز لكم هذا 6400 درهم كاين لاباك ديالو واحد الخاتم جاكوار هو ندوز لكم حتى هو 4.4 شي حسبتي شي لا فاتو 10 صافي ندوزو الله على بركة الله هذا الاخوات 2900 درهم 290 اورو 290 اورو يلاه صافي الاخوات ندوزو الطنجي على بركة الله ما على دابا باقي يزيد الورد ما نقول ما تقول هو تخاف من الجاكوار طاح حبس باقي جديد فيه ما يتشي على بركة الله سلام خويا صافي تجي يا اخو تبارك الله كاع كلكم فيكم الجوع اخو غير تسحروا ياك يا الله اخو تسحروا تبارك الرحمن يا بسم الله التجية راه حنا جعنا هو اخو اختي تسناو كاع كلكم التجية غنقفض عليها انا يلاه نبدا لكم اول اختيك هاي لويز اللي قلت لكم شات اش كتكون لويز الحر بحال الاحمر هادي 20 هادي لويزات 20 هاي مكتوبه فيها تبان احمر هذا هو الفرق ما بين لويز الحر وما بين لويز الجديد على بركه الله اخوتي نبدا لكم بهاد البراسلي هذا يلاه
ميزه واش ميزه فيهم راه كاينين صحاب الذوق الرفيع 522 درهم الاخوات. كاين هذا قياس 6 لاطاي 6 على بركه الله. هي تندوز له ميزه تطلع اللايف الله الاخوات اللي ما عندها لكم بيه ميزه ثانيه. قالت لي بعدا تبقى تبدا 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 3000 ولا 300 ولا 400 وانا معك 11.5 هذا الاخوات فيه الثمن ديالو 6300 درهم 630 اورو 630 اورو هذا الاخوات 6300 درهم. لا لا براسلي باقي نقي راه خدمه تاع غافينيتي زوين. الثمن ديالو 6300 درهم 630 اورو 136000 ريال عفوا اخوات 126000 ريال 126000 ريال صافي هذا البلاصه هذه 126000 ريال. هذا ميزات ديرو هنا كاين نجي هادو شادو شي يقولوا لهم الاخوات السميه ديالهم معروف هادو السميه عندهم. المهم اخوات السميه ديالهم معروفه هادو جوج براسليه تاعهم في الميزات كاين هاد 12 غرام فاصلة 5 الثمن ديالهم 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال بحال 70000 ريال 70000 ريال واحد 7000 درهم 700 اورو هادو راه ما فيهم لا تضغيطة لا ضربة لا والو باش تعرفو باقي جداد يعني نقيين. 7000 درهم اناناسا نعطيكم الصح هادو الثمن ديالهم 7000 درهم 140000 ريال 8000 7000 درهم 740000 ريال 700 اورو 700 اورو هذا الاخوات 140000 ريال هادو 140000 ريال الغرامات ديالهم قلت لكم باش تعرف يعني 12 غرام فاصلة 5 في الغرامات ديالهم 12 غرام فاصلة 5 هادو في الغرامات. وجاوبني واش جيتي جبتي الكوم اش من كوم تاخذ شي خديجه ردكوها اختي خديجه راه ردكو والله العظيم انا ما كرهتش تجي من دابا ولكن راه ما كرهناش يعني الصنايعي راه تقريبا والله العظيم عاطيه فلوس وعاطيه كل شيء صيفط ليه الاجره وصيفط ليه الديب وصيفط ليه كل شيء قلت ليه يخدم معايا صيفط ليه شي حاجه وشي حاجه ما صيفطت صيفط ليه كوموند اللي قدام بحال هادي والاخرين راه تقريبا دابا جايين 27 يوم تقريبا راه شهر تقريبا هو باقي ما وجد ليا والو. المهم حنا نصبروا لان علاش الصنايعي تبارك الله عنده الاتقان في الراد والله العظيم اللي الدمع ديال الراد ما تيرد ما تيرداش هادي شهادة حق والناس راه جربوها من عندي اللي دام عندي راه كلشي شكرا الحمد لله. هذا هو الاخوات اللي كاين ماشي 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال. واحد النهار قلت نجرب مراد كو اخر ومشيت وقلبت على واحد اخر صنايعي اخر وجربتها كل هذا التلوى كل هذا التلوى تلبسها في عنقك تلبسها على الجهاز تقلوها للجهه الاخرى. من هذا الشيء علاش الاخوات ما تحاولوش نديرو ما تنبدلوش الصانع واخا تيتقيل واخا الخدمه عنده تقيله لانها تخدم بليد راه كون شفتو الاخوات اللي تخدم تخدم بعين بعين يعني تسود عين في عين في عين في عين في عين هكا تركبها هاتي فينيها هاتي بوليها هاتي تبعها عاد توصل عندنا يعني تقريبا دوز على واحد ربعة المراحل كدوز لان خدمت لي شويه ثقيله. وحنا نتمنوا الاخير الاخوات حنا صابرين لان عندنا تبارك الله الناس كثار تدعم مع ناس الناس اللي كيبيعوا بالجمله وهذا حنا تنعطيو حتى حنا السلعه كثيره باش يخدمها لنا تنحاولوا نصبروا حتى حنا شويه نديروا مع دوك الناس من هو بحال قلتي لا خدمي حتى هذا الشهر يخدم السيد الاخر الشهر الاخر حيت تخدموا واحد كثره يعني تخدم مع واحد 500 غرام 600 غرام يعني راه تيخد تاخذ الوقت 700 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال بالنسبه لهاد البراسيات هادو الاخوات 140000 ريال. كاين هادي واحد الخميسه زمانيه هادي الاخوات محاش نبيع غادي نخليها نشوفها هادي باش واحد كيشبع مراتي معتقدات تقول تحيد العين هاهي ما تحيد لا عين لا غين راه براسي هنا كيدير هاد الدري الصغار جدادو 4.7 ديال الاخوات الثمن ديالها 2700 درهم هادي الاخوات راه زمانية هادي قديمة هادي والله هذا تاريخ 2000 شريتها هي وهاد اللويزة باش تعرفوها قديمة 2700 درهم هادي طايرة هادي 2700 درهم 270 اورو هادي يقدر نبيعها يقدر مبيعهاش المهم على حساب 270 اورو لانه غزاله صراحه خدمه رائعه دك النقش البلجي القديم من الاول 270 اورو ديال الاخوات 2700 درهم 54000 ريال. كاين هذا باك هذا شوف واش كيفاش داير هذا باك واش مال باك هذا رائع كيفاش داير
دوقي هذا هذا نقي باقي وكا اخوك بلا تشوف معايا عشاق الفخام هذا وكلا نفخم شي حاجه تاع الفخام 8 غرام 8 ديالو 4500 درهم باش نعطيكم القياس ديالو الخوت 450 اورو قياس جوج الطي ديالو جوج الاخوات بغيت هذاك الخميسه اختي حكيمه اخي تنفكر هذيك الخميسه راه اختي بلي عندها تاريخ 2700 درهم والو حطينا نشوف فيها بغيت تستاهل الاخوات المهم اللي سبق فيها ياخذ 2700 2500 درهم 450 اورو 4500 درهم 50 90000 ريال بالنسبه لهاد لاباكا 90000 ريال على ميزة هاد اختي و راه انتي رافقتي اختي اش هادشي على ميزة هاد ندوز دابا هو شي حاجة تاع الفخامة و جديد باقي نقي شي حاجة باقي نقية يعني هذا هو الثمن ديالو 90000 ريال كاين اللي هو الحلقات زوينين هاد سامبل ما فيهم لا حجر لا والو الستة ديالهم تاهي زوينة شوف الستة ديالهم كيفاش دايرين خدمة اللولة هادو زوينين شوف كيدير الخدمة ديالهم كيفاش دايرين خليها ليا نجي لها غدا واختي غير خليني تنفكر راه انت بغيتي تزربي عليا غير خليها بلاتي تا نفكر نمشي بعدا نتعشى الصباح عيط عليا ونقول لك غادي نبيعها راه مبيعهاش المهم شوفي حوايج اخرى كاين تبارك الله بيتي تبارك كاين خميسه هذيك راه عندها عندها كما وانت هذيك على جده 4 غرام الاخوات 4 غرام في هذه الحلقه هذه 4 غرام الثمن ديالهم 2200 درهم 220 اورو انا خديجه ديك يا بابا بنتي انا خديجه ديك اللي شريت من عندك المضمه هي اختي كاع هادشي شريت واش كاين شي حل اخويا زوفيان اش كتبغي تجي؟ قلت لك شراتكم ما كيتقادش شرات نفسها واش كاين شي حل لا ما كيتحل اختي هذاك هذاك خصني هذاك ديالي انا جيبي عليا كان ديال شي واحد رديه ليه ما المهم هذا كيتحمل مسؤوليته 220 اورو هذا الاخوات 220 اورو 2200 درهم 44000 ريال 44000 ريال هذا الاخوات 220 اورو هادو الاخوات هذه 220 اورو بحلقات كاين هذا لاباك هذا تا هو زوين ولا هذا تقصني بان يا ساهل غاتم بان ماوي هذا كيبان قزال هذا 90 غرام فاصله 5 الثمن ديالو 2250 درهم 2250 درهم اخوات باش نفهموكم واحد القضيه تاع الهميزات لان الهميزات تكونوا وحده بياسة فيهم وحده يعني باش تستفدي منهم تحاولي تسارعي تاخذ تصيفطي في الواتساب انت الاولى وتحاولي تصيفطي لافونس باش تخلي باش تهز لك هذيك لاختيك يعني هاد الاخوات الناس اللي تعاونوا معنا اول مره يعني باش نكونوا فاهمين الناس اللي ديجا واخدين بعدنا مقدين وهادي مقدين هذوك الثقه حنا بيني وبينهم يعني تحاول تاخذي المره الاولى المره الجايه تعاودي تصيفطي ما تصيفطي لا افونس ولا الكلمه كنحاولوا نصيفطوا لك هذا هو القرار ديالنا الاخوات ومع حتى الاخت شيماء يلاه بعد الناس يخسروا وحده اخرين هادشي نقول لكم تقول لك خلي واحد الحاجه تخليها ليه حاولنا نفس الخطا عاودناه كررناه والحمد لله يعني الاخوات ماشي مشكل تجربه مزيانه واش شفتي الرد كله مازال واخا شي باقي والله كنت الرد كله عندي بتلقاها قدامي فرحان بها نحطها حدايا 2250 درهم 5250 درهم 525 اورو بالنسبة لها 525 اورو كاين عندنا هاد لاباك تا هو زوين هذا تا هو يا سلام القياس ديالو 1.8 1.8 هذا الاخوات في لاطي ديالو 7.4 شحال دازت هادشي ما في اللايف طوال ما تيبان ليا 54 ما بقى والو ساعة نجيبو ان شاء الله 4100 درهم 410 اورو هذا الاخوات 4100 درهم 82000 ريال 82000 ريال هذا رائع رائع 82000 ريال كيفاش يجي الاخوات هذا هماو غزال شوف كيدير من الخلف يعني شي حاجة زوينة وذوقية اي حاجه بغيتي تسكرين وات توصل مع الاخت شيماء في الواتساب يعني باش تعرفوا شنو كاين هاد لويزا هي الاخوات راه كانت في هذا
كنت فهاد الراس هاد الاخوات اللويزات هادي هي ديالها. المهم تحاول بيه تركبيها فيها. غنعطيكم الثمن ديال الفيزا 20 هادي 21 كارو باش تعرفو اش يمكن. الثمن ديالها اخوات 4500 درهم 150 اورو 90 الف ريال 450 اورو هادي اخوات 90 الف ريال 4500 درهم. بغيتي هذا ديالها ممكن تركبي فيها لان هذا بعد بغلق زماني ما ركبتيها فيها. زيد واحد لو شاغم هذا بوحدو الثمن ديالو 1100 درهم يعني طلع لك بشحال طلع تقريبا شي 5500 درهم. هادي ركب لكم باش تشوفوها هي ما ركبتش. حاول نحيدها باش نعبرها بوحدها باش نعبر الدير بوحدها باش ما نضيع حتى واحد. أرى أخوات كيفاش تركب هي تركب هكا المهم الراسة تكون دايرة هكا تركب هكا الأخوات كيفاش ديرو تنطبق لها غزالة. هادي الثمن ديالها 5500 درهم بهاد الشكل بهاد الشكل ديالها بغيتيها بوحدها 4500 درهم. عندكم أخوات واحد لونسومبل كاين فيه السلسلة والحلقات والبراسل كاين هذا الحلقات ديالو هو هادو الحلقات ديالو هما هادو البراسل ديالو هذا كامل مكمل تاع العظم هذا زواون هذا غزال اللي بغا الطلباك ديالو ممكن يجيبولو في الجدول ولكن هذا في العميزات هادو عميزة زواونين هذا ورائعين 16 غرام فاصلة 99 ثم 17 غرام خاصة 0.1 المهم نديرو 16 غرام فاصلة 99 950 درهم الثمن ديالهم 9350 درهم 9350 درهم هادو غزالين يعني. القياس ديال البراسي السلام تحتك الكول هاد الأخوات القياس ديالو 5.8 القياس ديالو 5.8 المهم الثمن ديالو أخوات باش نعطيكم الثمن ديالو 9350 درهم 9350 درهم 188 الف ريال 188 فيه الحلقات وفيه السلسله وفيه العلاق والحلقه في المهم هذا الاخ بغا يسوي الحلقه تخوات ديالو كيف يعني زيت هما زواوني فيهم الاخوات غرام فاصله 6 الثمن ديالهم 900 درهم 18 الف ريال براسلي بوحدو بشحال واخا اختي العبرة عليك بوحدو ماشي مشكل عبرة عليك بوحدو هادا الأخوات 900 درهم 18 ألف ريال 900 درهم 900 أورو شي من الكوكول هي ماشي ولا باقا حيت كتبو لهم رقم هاد كتبو لهم رقم باش مكتبطاتوش ورق زيرو مكتبين هذا الاخوات فيه 9 غرام فاصلة 3 5100 درهم 910 اورو ما عرفتش شنو سلسلة اختي لويز والله ما عرفتش سلسلة لويز هاد العلاقة لويز اش تهضر لي 5500 هادي هاي بالنسبة الاخوات الثمن ديال هذا 5100 درهم 510 اورو فين هي الكومنت هادي تاعها هادي بالسلطة هاي هادي الأخوات فيها جوج غرام فاصلة 8 الثمن ديالها 1550 درهم 1550 درهم 31 ألف ريال 31 ألف ريال أخوات زيدو لي بيزيت البركة تيبان ليا راه ملي تبارك الله باقا السلعة غنوريكم شي حاجة المهم زيدو لي بيزيت نزيدوكم لا يكفي واش بديت لي ميزات اختي فاتي فاتي واختي دابا راه بدينا ماشي ميزات دازو ميزات وخزانين يعني رجع الله ان شاء الله تبقى مسجل اخوات هذا الاخوات 1550 درهم 31 الف ريال بغيتها توصلي فواتساب ماشي واخا بغيتها صيفط سير الواتساب عجبتك
صوتي السلعه اللي بغيتي دوزي الواتساب زيدنا واخا اختي زيد ماشي مشكل خمسة أونس أخوات هاي براسي غزال هذا خمسة أونس فيه واحد الحاجة أنا أوريكم بنت لي مات فين هو مبيناش كاع مبيناش هاد اللعيبة صغيرة نوتي مبيناش فجات في الجنب هاي الأخوات اللي كنت نشوف مي هادشي اللي كنعمو هو نقي باقي براسي نقي سبعة الكرام فاصلة ثمانية الثمن ديالو 4300 درهم 430 أورو 86000 ريال 430 اورو 86 عفوا 86000 ريال 430 اورو 86000 ريال هذا غزال الله يلا خذها يلا غزال الكيس ديالو 5 ونص 5 ونص هذا رائع ما تيتقلنا الاخوات واحد النبالة هادي ب 530 درهم هاهي اللي بغا كندورتها كبيرة هادي الاختارية تيبغيها ولكن الدورة كبيرة 5.8 6.8 عفوا 6.8 6.8 الاخوات 25 غرام فاصلة جوج 530 الثمن ديالها 13350 درهم 1335 اورو 1335 اورو غزالة غزالة فيها الحجرة خضراء اخوات حرة باش تعرفوا باين واش حرة الحجرة خضراء 13350 درهم مليون وسبعة وستين ألف ريال مليون وسبعة وستين ألف ريال خوات مقياس 2250 درهم خد مستوى جديد هو 2900 درهم حسنا كاين خوات كاين داكشي ولكن حسنا لميزات حسنا دزنا لميزات ديريكت حيت الناس باغو لميزات 13350 درهم مليون وسبعة وستين ألف ريال هذا غزال الأخوات اللي بغيتو تستافد منه تبقى لنا هنا واحد كاختي واحد الكلو اللي قلتو ها هو كاختي هاد الكلو اللي بجوج يمشي مع بعضهم غتكون القياس ديالهم شوف واش مسلطة ولا لا القياس ديال كاختي 5.4 القياس ديال الكلو 5.7 كاين الفرق نعطيك واحد التمن ديالهم كاين لاطي الفرق بيناتهم هذا الاخوات فيه 7.8 الثمن ديالو 4300 درهم 430 اورو 86000 ريال اختي ايما اميره لا لا جوج لا اختي لي ميزاتي دوزو يعني سور بلاص خلاص وبتبرا بغيت هاد النبالة وخميزة اختي حكيمة صيفطي شيما في الواتساب لان راه ميمكنش نحجز عليك انا اختي حكيمة تواصلي مع شيما في الواتساب الرقم ديالي 06 66 52 59 91 بس تبتي بغيتي النبالة وهذا الشيء اللي بغيتي الاخر حاولي تصيفطي لشيما في الواتساب الثمن ديالها 4300 درهم 130 اورو 86000 ريال هذيك اختي اخوات هذا راه يبقى عندي عندي لي ثمن زوون هذا الخيط واش شاش مخرج الله اكبر 13.6 530 درهم ندير اللي بيخبي فيه فلوس ها هو اخوات الله يسر لكم عندنا 7200 درهم 720 اورو 720 اورو 7200 درهم 144000 ريال دقيق هذا الشيء علاش ثقيل في الخروج هذا لانه ثقال يعني هو ما تي ثقيل صحيح راه خفيف 5.4 فيه في لاطاي ديالو خويا اختي راه كوكو عندي كون دوزت عليك يعني مرحبا بكم الاخوات اخوات ما حاولنا ندوز لكم ما تبقى شي كاين كاين هذا الخاتم هذا كان لايف صراحه ممتع وكان رائع بالفيزيات وبالاسئله زوينين والكومونتير ديالكم الاخوات تشجعونا صراحه تحاولوا ديما نديروا تخفيضات وتخفيضات علاش لان الدعم ديالكم نتوما تدعمونا باش تاخذوا من عندنا تبارطاجوا مع العائله والاصدقاء وشي تيقول هذا الشيء وحنا تنحاولوا نديروا اثمنه زوينه لان تعتمدوا على كونتيتي فاش تكون تبيع واحد الكونتيتي كثيره الله يجيك بها 10 دراهم في الجرام ورابح الناس كثار ورابح كثير هادشي هو الاخوات باش منهاش باش غادي اكثر الناس يقول علاش انت ما خاص علاش هذا قليل يعني اللهم قليل ومداوم ولا كثير مقطوع الاخوات وهذا هو الشعار ديالنا والحمد لله انتم راه عارفين بهذا الشيء وهذا هو الاخوات اللي قنع راه تيربح جوج هادشي الاخوات نعطيكم واحد المثال يعني مثال دوله عظمى يعني معروفه يعني تبارك الله غاديه في واحد الكياز تركيا تركيا اللي دوله
عربيه ومعروفين يعني علاش امتازوا، يعني امتازوا باش بالاول حاجه بالجوده وبالثمن المناسب. يعني الناس يكون السلعه تاع تركيا سواء سلعه المغرب راه تبارك الرحمن، ولكن ما تنشجعوش حنا بعضياتنا. حنا فاش نشدو السلعه تنحاولوا نضربوها في تريبل، تصعد واحد السيد تصعد عنده نضربوها في ثلاثه، يعني ديما نجتهدوا نقلبوا على واحد الثمن اللي مناسب وعطوا واحد السيد ثمن زوين وبقى كسب كليا. هذا هو الفرق الاخوات اللي الحمد لله تنديروا. حنا شي حاجه مجتهدين والحمد لله نحاولوا اكثر فاكثر ونبدعوا، كل مره تنديروا حاجه جديده وكل مره حاجه زوينه باش كلشي يستافد. هذا الاخوات فيه 2 غرام 150 1100 درهم 110 اورو 1100 درهم 110 اورو 110 اورو 22000 ريال الاخوات 22000 ريال. سياسة العلاقة داتا الصين وتوك يا اختي فاطمة، تحية لك، شكرا على هذه المعلومة. يعني اخوات هذا الشيء باش الحمد لله الدول نحاول حنا ندعمو حتى حنا الصناعة المغربية، والصناعة المغربية راه فيها تطور والله الحمد لله، لا في تطور. يعني فاش تمشي لواحد المنطقة تلقى تبارك الله واحد جايب واحد الماشين اللي ما يقدرش يدخلهم حتى واحد، وجايبهم وحطهم وخدام بهم، ولكن تبارك الله يعني لعلك ترضى والله تدخل لشي مصانع الى تبارك الرحمن. يعني تدخل تدفعها تقول واش حنا في المغرب، واش في المغرب ولا لا. يعني تبارك الله المغرب راه فيه تطور، غير يعني خصو اشنو الدعم، دعمو الصناعه المغربيه. يعني ماشي باش ناخذ انا من تركيا ولا ناخذ في دوله اخرى، ديما انا ناخذ من المغرب وناخذ منتوج مغربي وندعمو باش حتى حنا نزيدو بالصناعه المغربيه. وصراحه هادشي الحمد لله الاخوات راه غاديين عليه. يعني نعطيكم واحد ليكزومبل، يعني صناع التقليديين تاع المغرب، يعني الحمد لله غاديين في واحد التقدم. علاش؟ لان دايرين جمعيه ديالهم و تيحاربوا المنتوج اللي هو تاع تركيا و تاع الدول الاخرى. يعني تيحاربوا علاش؟ باش ما يحاولش يقطعوا، لان الصانع واحد الوقيته والله ما باقي تتقع، واحد تخدم بيديه مسكين ما قدرش باقي يخدم بيديه. علاش؟ لان قتلوه المعامل، يعني قتلوه ماشي معامل مغربيه، قتلوه تركيا. يعني لان تيجيب واحد الثمن رخيص وتدخل السعر رخيصه وتدخل. يعني لماذا ندعموا الصناعه المغربيه اللي تعطيها صراحه التحيه والتقدير للصانع المغربي. السويري بغيت نجي عندكم، مرحبا اختي علاش لا اختي. عطيتكم واحد السرت لها واحد الاخ بيا طلباتني على السرت لها، هي نوريها لكم. هادي راه زوين، راه جزيره خزين، راه الصناعه المغربيه اخوات فاش خبوا فلوسنا، فاش خبوا الناس فاش شراو، باش شراو الجور اخوات مواتنا راه شراو الجور. هاد السريت لها هادي كاد على السرت لها وعصير الصابون ولا شي خزين، وراه شداتهم وشرات بهم الدار وشرات بهم الناس العجب. يعني هادشي راه اتفقوا معايا الناس فيه، لان هادشي فاش تخبى الفلوس. يعني انا نمشي نشري واحد الموديل ديال 700 درهم ولا 800، انا نشري سريتلا او ميم طون بلديه ومغربيه ودك مغربي، ونشجع واحد من بلادي ونشري واحد الحاجه اللي هي ما هيش. انا والله اخويا هذا هو الشعار ديالي، ما عاد ناخذ يعني سلعه تاع لامبورتاسيون قليله عندي تاع تركيا ولا تاع هذا قليله. لان علاش؟ يعني سلعه سلعه، يعني كاين المعامل تبارك الله تيبيعوا بحال تاع تركيا، ما كاينش الفرق. اخوات السرت هذه فيها 49 59 غرام فاصله 7 59 غرام فاصله 7 الثمن ديالها 95 35 الف درهم 35 الف درهم 3 مليون اونص 35 الف درهم. اخوات متفقين معايا في هذا الكلام ولا لا؟ 35 الف درهم 3 مليون اونص. اختي فاطمه احنا الحمد لله الاخوات راه هادشي والله العظيم اللي تنحتاجو، يعني هاد الناس اكثر الناس اللي ما لا ندعمو التجاره المغربيه الصناع المغربيين. يعني الحمد لله والله العظيم عندنا الصناع اللي تبارك الله، خصك تقلب تبحث. يعني حنا البحث هو اللي ما عندناش، نبحثو ونقلبو راه تطيح في هذا الانسان اللي مزيان، تطيح في واحد اخر خايب، واحد مزيان واحد خايب، تطيح في الانسان اللي بغيتي تتم غادي معاه في الطريق الصحيح. نتمنى لكم كل الخير الاخوات صراحه، ما تنسخوش بكم لايفات ممتعين بالحضور ديالكم وديما تدعمونا وتبارطاجيو لنا، كنشكركم بزاف بزاف. بارطاجيو واخا تقاد اللايف، بارطاجيو لنا اللايف. متفقين معك اختي، اختي نادية شكرا لك اختي. حتى حنا اخوات حنا هادشي نحاولوا اي حاجه زوينه ولا خايبه ولا عادات نبارطاجيوها معكم، وتعطيكم شي حوايج اللي تقدر تمشي بها في حياتك وتنجح. شكرا لكم الاخوات بزاف بزاف، يعني ما تنسخوش بكم لايفات ممتعين بكم الاخوات، بالوجود ديالكم بالحضور ديالكم. عواشركم بروكه وصيامكم مقبول الاخوات، تتمنى لكم كل التوفيق والخير والبركه. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.